مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير وأهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر. مشاهدين الأعزاء، في حلقة الليلة هنفتكر مع بعض أحد الأفلام السينمائية اللي بيعتبر علامة من علامات السينما المصرية. الفيلم هو فيلم الخطايا، وبيسعدنا أن تكون ضيفتنا النهاردة النجمة الكبيرة نادية لطفي. الفنانة الكبيرة نادية لطفي، يا ترى لسه فاكرة فيلم الخطايا؟ طبعا فاكرة، يعني من الأفلام اللي دايما ليها ذكريات حلوة، ويمكن جمهور تملي بيفكرني بيها. لو حبينا نرجع لورا شوية، هنرجع ورا كتير كتير. قد ايه؟ نقول قد ايه كده؟ هنقول 30 سنة. 30 سنة. من 30 سنة. طبعا. تفتكري بقى حضرتك، او لسه فاكرة ظروف اختيارك للقيام بالبطولة امام النجم الكبير عبد الحليم حافظ في الفيلم ده بالتحديد؟ يعني انا ما اعرفش طبعا، انا ترشحت وعملت الفيلم، بس طبعا اكيد بناء عن ترشيح الاستاذ عبد الوهاب والانتاج كله، اللي هو مجدي العمروسي وعبد الحليم والمجموعه. يعني الاستاذ مجدي العمروسي صديق عمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ازاي تم اختيار الفنانه ناديه لطفي علشان تقوم بدور البطوله امام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟ كان ترشيح الحاج وحيد، وخد موافقه من الجميع فوريه. حاج وحيد كان اشتغل معاها وكان شاف شغلها، وكان طبعا هي عملت افلام قبل كده. عبد الحليم بقى والاستاذ عبد الوهاب على طول وافقوا علي، وكانت عند حسن ظن الجميع وادت الدور كما يجب ان يكون. لو اتكلمنا بقى عن اثناء تصوير الفيلم، تفتكري بقى ذكرياتك مع الفنان عبد الحليم حافظ في الفيلم ده، خاصه وان دي كانت اول مره بتقفي فيها امام الكاميرا مع نجم كان المعروف بقى انه نجم النجوم ومتربع على عرش الغناء في الوطن العربي؟ طبعا. لا يعني هو طبعا عبد الحليم بتربطني بيه علاقة من تقريبا من اول ما بدأت الفن، لكن هو يمكن بالنسبة لي كان اول مرة ادي قدام مطرب، فبيبقى صعب، وكانت بالنسبة لي تجربة جديدة، لأن بالنسبة لي أنا كممثلة حوار، وبالتالي بيبقى فيه تبادل مع الممثل اللي بيأدي قدامي. فلما يجي المطرب ويبتدي هو يغني، فأنا بيوقف كل أدواتي، لكن يمكن لصوت عبد الحليم الجميل وأداؤه الحلو فخلاني أنصت له وانفعل معاه، ولذلك ده يمكن واضح في غنوة تقول لي حاجة. الحاج وحيد فريد، مدير تصوير فيلم الخطايا، كان صعب في تصوير وطلعت جميلة جدا الغنوة اللي قالها في الأوبرا بتاعت قول لي حاجة. ليه؟ لأن أنت بتشتغلي تعملي أغنية بنفر واحد لمدة 10 دقايق، والبطلة ودار أوبرا فاضية. ده في الأوبرا بقى، في الأوبرا حقيقي قبل ما تتحرق. فعملنا الغنوة هناك دي، قعدنا فيها 5 أيام أغنية واحدة.
كل يوم نروح ونصور ونصور ونصور. بودي كانت برضو حاجة من أحلى الحاجات اللي في حياتي أنا الفنية عملتها. ليه حاجة بتعتز بيها قوي الفنية؟ جدا، لأن بقولك فراغ فراغ، وكل حتة فيه بتتكلم. يعني لو تبص للكراسي، لو قاعدة المزيكا اللي كانت محطوطة وهو وهي جاية من آخر الدنيا، واحد قاعد قد كده زي النملة في قلب المسرح وهي جاية من بعيد، وهو بيقول قول لي حاجة، أي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، قول بس. يعني كانت من الحاجات الحلوة بالنسبة لي أنا شخصيا. أكيد المخرج حسن الإمام كان له بصمة على الفنانة نادية لطفي في فيلم الخطايا، ياريت تقولينا يعني إيه اللي استفدتي منه في هذا الفيلم؟ استفدت طبعا هو مخرج متمكن، وخصوصا من الجزئية اللي نقدر نقول إيه الدرامية اللي فيها إنسانية، اللي فيها يعني يقول لك إيه المشاهد لما يشوف المشهد يجي له غصة. وبعدين من لا يتهاون في أي مشهد، ومشاهده كبيرة يعني. فأنا بذكر كان في مشهد لي أنا والأستاذ فاخر اللي أنا بقف والدي في الفيلم، وبقف قدامه وبقول له أن الإنسان مش بأهله بأخلاقه دفاعا عن عبد الحليم، فمفروض أن الأب بيضربني بألم جامد قوي. فأنا أعتقد أن مش أعتقد يعني هو حصل فعلا، اتعاد المشهد يمكن أكتر من 3-4 مرات لحد ما فعلا يعني أنا كنت منفعلة، وكان أدائنا أنا والأستاذ فاخر، هو أستاذي طبعا وكان بيدرس لي، ان المشهد فعلا داني ألم، رحت طايره في يعني على الارض، فطلع فعلا جميل. يعني ما تهونش في حكايه ان انا الألم كان ضعيف اول مره، مش مدي الاحساس حلو. يا ترى لسه فاكر اصعب مشهد صورته في فيلم الخطايا؟ طبعا فيلم الخطايا كان كله مشاهد صعب. نتكلم على المشهد المواجهه ما بين الولد اللي هو عبد الحليم حافظ الابن وأبوه عماد حمدي. المشهد ده أخذ مننا وقت طويل في تنفيذه، لأن كان ممكن يتنفذ بطريقتين، ولكن الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه لأنه كان إنسان حساس جدا، فطلب أن احنا نعمل المشهد مرة واحدة. فابتدى الإخراج يشتغل وابتدت الكاميرات تدور، وعماد مفروض انه بيتناقش مع ابنه وبعدين بيضرب ابنه قال، فما عجبش المشهد عبد الحليم. ليه يا عبد الحليم في ايه؟ قالك انا ما حسيتش بالألم. مفيش. فطبعا كل الناس بتحب عبد الحليم الله يرحمه، ومنهم عماد حمدي برضه بيحب، فمش هاين عليه يديله قلم. فعدنا المشهد ده 6-7 مرات لغايه لما عبد الحليم اخذ ألم حقيقي من ايد عماد حمدي، لدرجه ان الدمعه فرت من عينه طلعت. احنا شفنا الدمعه على فكره على الشاشه حضرتك دي حقيقي. ونجح المشهد، ولما المخرج قال ستوب جري عماد على عبد الحليم واخده في حضنه وقعد يبص فيه ويقول له سامحني انا مش قصدي وحاجه زي كده ويعتذر. لكن عبد الحليم كان سعيد جدا بان الالم كان مظبوط، كان مؤلم جدا ومؤلم والمه حقيقي، واخدناها كلنا بحماس وسقفنا لعبد الحليم الأستاذ عماد حمدي. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ عصام بوصيلة، فيلم الخطايا من الأفلام اللي بتلاقي نجاح كبير جدا عند أستاذ المشاهدين، ولما بيعرض على الشاشة بيلقى استحسان وشعبية كبيرة قوي. عايزين نعرف من حضرتك كناقد، إيه اللي لفت نظرك في فيلم الخطايا؟ في الفيلم ده بالذات لفت نظري أداء عبد الحليم حافظ التمثيلي، بحيث أنه تفوق على نفسه في التمثيل لدرجة أنه قيل أنه ممكن يعمل فيلم بلا غناء،
ودي طبعا حاجة غريبة انه عبد الحليم حافظ اللي جابوه يمثل لانه هو مطرب كويس انه يعمل فيلم من غير ولا غنوة، وفعلا كان متفق على فيلم هيعمله من غير مغنى اللي هو قصة لا للكاتب الأستاذ الكبير مصطفى أمين، وكان هيخرجها المخرج الجزائري أحمد الرجدي بلا أي غنوة، وكان السيناريو مكتوب على هذا الأساس. فلفت نظري ونظر الآخرين ونظر النقاد كلهم الأداء الرائع كما لو كان بيغني، لأنه عبد الحليم حافظ حس بالموضوع وفهم الموضوع واستوعب الموضوع، وبالتالي نجح في توصيل المفهوم بتاع الـ القصة. هو أولا من الأول الذكور كان حلو قوي، ذكور ما حصلش في السينما المصرية حتى اليوم، كان عامله المرحوم شادي عبد السلام، والسلام دي طلبها المخرج لشيء في نفسه. فالمشهد بقى المخرج استغل السلالم لحالة القلق اللي أصابت الولد بعد ما عرف إنه هو مش ابن الناس اللي قاعد اللي تربى في البيت ده، فبيروح لأمه يسألها ما بتردش، فبينزل لأخوه ما بيردش. أنا بقى عملت تقطيع ضوئية فيها ظل، وهو عاوز يعرف الحقيقة والظلام كابس عليه ما بيوروش الحقيقة، يعني بقى فيه عوامل نفسية في نفس المصور عبد الحليم، وأنا ساعدته بالإضاءة لإظهار العوامل دي. نوعية موضوع الخطايا لو تقدم النهاردة تفتكري حيلاقي نفس النجاح اللي حققه زمان؟ أعتقد لأن المشاعر موجودة، بس إحنا كل ما بنبعد عن المشاعر اللي هي فيها سمو فيها رئة فيها محبة بتثيري الغريزة اللي هي قلنا إيه اعتداء، فدي موجودة، فليه إحنا مبتعدين عنها خالص؟ يعني ما أعتقدش إنه النهاردة الحدود دي تنفع للعصر اللي احنا فيه، قد تصلح للعصر اللي احنا بعد اللي بعدينا يعني. ولكن في هذا العصر كانت الميلو دراما هي السمة الغالبة على معظم الدراما سواء مسرح او تلفزيون او حتى اذاعة. يعني دلوقتي جت فترة مثلا ايه الضرب، واحد يضرب التاني وخناقه وحاجه زي كده وكاراتيه ومره ما اعرفش انفتاح ومره ايه. في التوقيت ده بالذات كان الميلو دراما هي ما كانش مشهد قتل ودم سايحه الفيلم ما ينجحش، يعني لازم يخلق له زي ما في افلام يقول لك حط فيها غنوه حط فيها رقصه، زمان او في الفتره دي حط له مشهد قتل فيروج الفيلم ويقبل عليه الجماهير. فمغرور دي اتعملت جوه الاستوديو وكانت المجموعه يعني اللي اشتركت ويانا اللي هي السيده ناديه لطفي وحسن يوسف والبنات بتوع الرحله مع الشباب، اتعمل يعني جروب ومجموعة قليل قوي من الأفلام اللي عملت حاجة زي كده. أنا يعني برضو بفتكر في الأغنية دي دايما لما بفتكرها بفتكر الكادرين اللي بيبقى فيه الفنانة نادية لطفي مع الفنان عبد الحليم ويطلعوا من الكادر ويدخلوا جوه. أيوة. فحضرتك جبت البروفيل، يعني برضو كان في تركيز في التصوير يعني ما نقدرش ننساه أبدا. ما هو ده بقى إيه؟ اتنين فرقتين ضد بعض. احنا حطينا الكاميرا في النص محايدة، فلما كان عبد الحليم بيشد نادية والمجموعة بتاعتها فكانت ضروري نادية تخش بس كان وشها بس اللي بيدخل. فبعد وشها ما بيخش بيسيب الحبل وهي بتشد يجي وشه هو يخش في الجمل اللي ايه
مفروض تكون موجودة فيه. أستاذ مجدي، يا ريت تفتكر معنا دلوقتي المواقف أو الذكريات اللي حصلت أثناء تصوير فيلم الخطايا، وخاصة حضرتك كنت ملازم للفنان الراحل عبد الحليم حافظ. أنا فاكر وقعة تدل على حاجات غريبة جدا، تدل على تواضع الخطير اللي كان في حسن الإمام، تدل على الفنان اللي كان في حسن الإمام، تدل على إن العمل الجيد لا يقف في سبيله شيء. يعني أنا حضرت شوط تصوير في الاستوديو، نادية لطفي المفروض إنها طالبة في الجامعة وزميلة عبد الحليم، فلقيت أول حاجة كانت بتظهر فيها نازلة تقابل عبد الحليم في الهول بتاع البيت بتاع عبد الحليم، فنازلة على السلم لابسة روب كابتونيه كده من الأرواب بتاعت المنزلية دي، ونازلة تتمخطر كده. فأنا رحت تفودنا حسن الإمام وقلت له يا أستاذ حسن، دي لو بنتي أموتها. قال لي ليه؟ قلت له بنت في السن ده وفي الجامعة وتنزل بالبخترة كده كأنها ست حفيظة؟ قال لي امال تعمل ايه؟ قلت له دي تلبس بلوزة وبنطلون وتربط شعرها كودي شيفال كده ومن ورا وتنزل تتنطط من على السلم. شوف يا عظمة حسن الإمام بقى، قال ستوب، الأستاذ مجدي العمروسي بيبهدلني، تعال يا مدام نادية أقولك. وقال لها، فلقيت نادية دي اللي كانت نازلة تتمخطر طارت على السلم، غيرت في دقائق ونزلت تتمخطر تتنطط لأنها اقتنعت بنفسها، طالبة في هذه السن نازلة تقابل الشخص اللي معجبة بيه لأول مرة، ما تنزلش كده. الأغاني في فيلم الخطايا، هل حضرتك شايف أنه كانت الأغاني فعلا في موضعها وساعدت على تطور الأحداث وتصاعدها، ولا عشان الفنان عبد الحليم كان مطرب فكان لازم يتحط له الأغاني دي؟ اللي هو في الفيلم ده بالذات كان فيه عدد من الأغاني كانت بتؤثر على سير الدراما، زي مثلا غنوة لست أدري اللي هي بعد ما عرف الحقيقة. بعد ما عرف الحقيقة، هذه الغنوة غناها محمد عبد الوهاب في فيلم أعتقد إذا لم تخن الذاكرة، في فيلم رصاصة في القلب. عبد الوهاب لما غناها ما كانش لها علاقة بالمشهد أو بحدث الفيلم ولم تحذفت، مش هيحصل حاجة. نفس الغنوة بنفس اللحن لما أداها عبد الحليم حافظ في هذا الفيلم كان مؤثر جدا في الأحداث، يعني اللي ما شافش الموضوع يقدر يفهم اللي حصل أو الموقف من خلال الغنوة، رغم أنه أنا في رأيي أنه كان عبد الحليم في أدائه لهذه الغنوة ما كانش موفق 100%، لأنه لما عبد الوهاب غناها حاول عبد الوهاب غناها بإحساس عظيم جدا، أما جاء عبد الحليم يغنيها حاول إن هو يغير في أسلوب الأداء، فانتبه للأداء وما انتبهش للإحساس، كان عايز يختلف عن عبد الوهاب، يختلف عن عبد الوهاب بأي شكل. وهذه الغنوة الوحيدة اللي غناها عبد الحليم حافظ بلا إحساس صادق. غريب قوي الكلام ده أستاذ عصام، لأنه عبد الحليم كان دايما بيحرص على أنه الصدق في عمله وفي أغانيه تبقى يعني ده العنصر الأساسي. طبعا هو غنى 200 أو 1000 غنوة كلهم غناهم بحسه، يعني إحساس صادق جدا، وذلك كان من أسباب نجاحه أو 90% من نجاح عبد الحليم حافظ أنه كان بيحس بكل كلمة وكل نغمة بيؤديها، فكان صادق وكان بيصدر أغانيه من القلب
وتتسرب سريعا من الأذن إلى القلب. ده طبيعي. الرأي ده حضرتك قلته لعبد الحليم حافظ لما كان عايش؟ هكذب عليك لو قلت لك لا، ما حصلش ان انا قلته، بس يعني هو ايه يعني ايام ما كان عبد الحليم حافظ عايش انا لم استوعب ده بصراحه، يعني ما خدش بالي، انما كل ما مر بي الزمن حصل نضوج في فكري وفي قراءاتي واطلاعاتي، وشفت اما شفت عبد الوهاب وبدقه الناقد، يعني لما شفت الفيلم زمان شفته كمشاهد عادي، وعبد الوهاب هكذا، اخيرا شفت عبد الوهاب بيقول هذا اللحن، احساس خطير جدا. هو عبد الحليم كان يستطيع ان يوديها باحساس ينافس بيها عبد الوهاب ما فيش شك، ولكن عبد الحليم اراد ان يغير الاسلوب فاداها باسلوب في مثلا قد يكون في عصبيه مش عارف جئتك، انما عبد الوهاب بيقولها من اعماقه. فانا اعتقد انه احساس عبد الحليم في هذه الغنوه بالذات في ذلك الفيلم لم يوفق. يعني دي وجهة نظر حضرتك الخاصة. طبعا احنا في نهاية لقائنا بنشكرك ونتمنى لك دايما التوفيق، ودايما نشوفك متألقة في كل أعمالك الفنية. شكرا، أهلا بك. مشاهدينا الأعزاء بشكركم على متابعتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر.